مشهد الشعلات الدخانية هذا يتكرر يوميا في جميع حقول البصرة. السماء تمتلئ بالدخان الأسود الناتج عن حرق كميات كبيرة للغاز المصاحب لعمليات استخراج البترول، وعدم مقدرة العراق على استثماره يسبب مشاكل وأضرارا بيئية في حال ارتفاع مستوى الإنتاج. الشعلات هذه أموال يحرقها العراق يوميا بحاجة إلى استثمارها لتسجل أرقاما جديدة في موازنة البلاد. الخطة الواعدة لوزارة النفط هو في عام 2026 ممكن توقف حرق الغاز في أغلب الحقول النفطية. اليوم استثمار غاز في العراق يمر بمسارين، المسار الأول هو الجهد الوطني، وشركة غاز الجنوب لن ولم تقصر في مجال عمليات التقليل من حرق مادة الغاز، ولكن بحاجة إلى سقف زمني كبير جدا لتطوير أدائها في عملية استخدام التكنولوجيا لتقليل من حرق الغاز، لأنه الغاز اللي ينتج هو باعتباره غاز مصاحب لإنتاج النفط، فبالتالي عمليات زيادة إنتاج النفط، الخطط اللي توضعها الوزارة بزيادة إنتاج النفط راح يصاحبه زيادة في كميات الغاز، وهذا أكيد راح يسبب يعني في حال عدم استثماره هو يسبب تلوث وللبيئة ويعني أضرار البيئة. توصيات نيابية حول استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج البترول، حيث ينفق العراق سنويا حوالي ملياري دولار على استيراد الغاز الإيراني، وذلك لغرض تمويل محطات الكهرباء، فالتوجه بات من أجل الاستثمار لتستغني البلاد عن الغاز المستورد الذي يضيف عباء مالية كبيرة لخزينة الدولة. اليوم هذه مرحلة أولى استثمار الغاز الذي يحرق للقضاء على التلوث أولا، هذا الأهم، للحفاظ على البيئة. النقطة الثانية أنه ممكن هذا الغاز بدل ما يحرق ويروح هدر يدخل واردات إلى موازنة البلد. زيادة إنتاج النفط في حقول العراق يصاحبه كميات كبيرة من الغاز، والتي بحاجة إلى الاستثمار بشكل كلي حتى يضيف موارد مالية جديدة. مصطفى الشمري، قناة التغيير، مدينة البصرة.